رجعنا لكم في موجة صباح، مازلنا مواصلين معكم حتى النص نهار. باش نحكيو على ملف المرحوم وسام عبد اللطيف اللي توفي مؤخرا في احد المستشفيات في ايطاليا بعد ما تم نقله يعني من مركز الترحيل، مش حتى من مركز الترحيل، ثم يعني اللي صار له كنا نعرفوه الكل اللي صار له في ايطاليا، من يعني سامحوني في الكلمة تكتف ومن بعد توفى في حادثة يعني هزت الرأي العام الايطالي قبل التونسي. يعني ولو انه يعني احنا لليوم نحبوا نعرفوا الحقيقه، لكن يعني المفاجاه انه الملف الطبي سامحوني الملف الطبي لوسام عبد اللطيف يختفي. لماذا؟ شنو هي التفاصيل وعلاش اختفى الملف الطبي لوسام عبد اللطيف؟ معنا مباشره السيد مجدي الكرباعي، نائب عن دائره ايطالي بمجلس نواب الشعب المجمده اعماله. اهلا وسهلا اخويا مجدي، صباح النور. صباح الخير، مرحبا بك خويا علي، مرحبا بمستمعات ومستمعي اذاعه راديو ميد. كيفاش خويا مجدي كيفاش يختفي ملف طبي يعني لوسام عبد اللطيف، مرحوم وسام عبد اللطيف؟ احنا نستناوه في الحقيقه يا اخي معناتها فجاه نلقاو انه ملف طبي ما عادش موجود. يعني هذا هو المشكله اللي احنا اليوم نحبوا نعرفوا اللغز هذايا واللي محيرنا، انه كونه الملف الطبي اليوم ماهوش موجود، معناها في بين الاوراق اللي طلبها المحامي الاطلاع عليها، ومنها معناها كذلك لدعم القضية اللي التوى معناها مرفوعة من قبل العائلة في إيطاليا، واللي العائلة تطلب معرفة الحقيقة معناها وراء وفاة وسام. وسام هو يعني باش نكونوا واضحين ونفسر، انه تم عرضه على ما يسمى TSO اللي هو تريتمون سانيتير اوبليغاتوار. هذايا يعني يجبر اجباريه العلاج الصحي، يمكن الاطباء من انهم يقوموا بربط المريض، لكن هناك بروتوكول ويجب على الاطباء احترامه. شنو البروتوكول هذايا؟ هو ثم ما يسمى معناها ملف طبي، يلزم يدونوا فيه كل معناها مراحل معناها العلاج هذايا من يوم دخل الى المستشفى الى غايه يوم معناها يخرج منه. يعني يلزم كل مرحله معناتها نتاع علاج يقع تدوينها في الملف هذا. يعطيك الصحه، يعني معناها 8 شنو مثلا 8 نتاع الصباح فيق، 8 ونص ساعه مثلا تم قياس معناها فهمتي الدم. هاي معمول به حتى في تونس هذا، معناتها يتبعوه وكل شيء، معناتها يتقيد وكل شيء يعني بالوقت وبالنتيجه معناتها نتاع الفحص والنتيجه نتاع هذا كله معناتها يبقى. هذه حاجه بديهيه هكا انت قلتها، معناها في تونس موجود. اليوم السيد معناها دخل للمستشفى وخرج ما عندوش معناها الملف الطبي هذايا، يعني حاجه تخليك اليوم تتسائل وتقول علاش تم معناها علاش ما عندوش. اول حاجه هذا اذا انت عندك قسميه تقول علاش ما عندوش. اذا انت تحب تمشي معناها الى ابعد ما ذلك، واللي اليوم بالحق احنا لانه حب اللي نشوفوا فيه كونه قاعدين يوجهوا في القضيه الى مسار اخر، نقولوا احنا وين مشى الملف هذا، وين مشى، وعلاش اليوم يعطيونا معناها الاطار الطبي يعطينا معناها لي دوكيمون نتاع وسام ناقصين. والمحامي كذلك طلب الاطلاع على محتويات الكاميرات، لانه هناك يعني في كاميرات كانت موضوعه في داخل معناها داخل المستشفى، داخل كذلك غرف العلاج هذيا نوعيه العلاج هذيا، فطلبنا معناها فهمتي الاطلاع على محتويات هذه الكاميرات. هذا شيء. ثاني شيء كذلك معناها هناك نحن في انتظار يعني تقرير الثاني اللي طالبه الوكيل النيابه، وهو معناها تقرير طب شرعي. جوستومون باش نسالك انا على تقرير الطب الشرعي لهنا، معناتها كيفاش باش على الاقل نعرفوا اسباب الوفاه، معناتها الاسباب الرئيسيه للوفاه. هو يعني ثم تقرير أولي، لكن التقرير الأولي يعني ماهوش كافي، دونك احنا طلبنا تقرير ثاني بمعونة معناها المحامي، ويكون مفصل أكثر على يعني فيه كما نقولوا فاهم على باش صارت يعني تصير فيها راديوغرافي كاملة للجسم باش نعرفوا اسكو هل هناك معناها كسور
او لا، يعني هل صار تعنيفه او معناها او لا. فهو معناها فهمتي اكثر تثبتا واكثر معناها بريوديتي، لانه نعطيك خويا عليه معلومه، المستشفى اتصلوا معناها بالسلطات التونسيه على اساس باش يقع ترحيل الترحيل معناها فهمتي وسام الى تونس من غير حتى معناها على اساس انها موت طبيعيه. يعني باش يسلموا الجثه معناتها الاهل على اساس انه موت طبيعي، يعني عن طريق السلطات التونسيه، ويقع دفنه هنا في تونس، وكانه يعني ما صار حتى شيء في ايطاليا. بالضبط. انا وقت سمعت الحادثه وسمعت اللي هو كان في مركز حجز الترحيل، العائله قلت لهم ستوب، لا ما تقبلوش بالعمليه هذه، خلينا نشوفوا اكثر معناها تفاصيل، وخلينا لانه المعرف مركز حجز الترحيل هذه معناها مش عادي انسان يقع معناها نقله بصح يكون معناها يدخل بصحه لا باس عليه، انسان رياضي، انسان معناها كل مدارك العقليه، انسان ما لا يعاني من اي امراض يعني عنده من قبل، فجأة يتم نقله للمستشفى ويتوفى. معناها وقتها احنا كي معناها كي قمت بالاتصال سواء كان بالمحامين ولا منظمات وكذلك نواب، تم فتح تحقيق واكتشفنا انه بعد انه توفى وهو مربوط في سرير، وهذه في حد ذاتها تعتبر يعني فضيحة معناها، لانه مش معقول اليوم انسان يتوفى مربوط في سرير لمدة 48 ساعة، معناها وسام توفى 3 أيام معناها رابطينه في السرير. لكن اليوم مازلنا في متابعة الى المسألة هذه، وكذلك معناها في متابعة يومية مع المحامي او مع القضاء الإيطالي. اي هو الحقيقه لهنا معناتها نرجعوا للموضوع الاساسي، هو ملف الطبي لوسام عبد اللطيف المرحوم وسام عبد اللطيف، الملف الطبي اللي نعرفه الناس الكل معناتها يقع تدوين فيه تقريبا يعني جل المراحل، خلينا نقول كل المراحل نتاع العلاج اللي تلقاها وسام. دونك اليوم ما نعرفوش شنو اللي صار لوسام، معناتها ما نعرفوش شنو يعني شنو عملوا له في وسط المستشفى، شنو العلاج اللي تلقاه، شنو يعني الوضعيه الصحيه نتاعه، معناتها اسكو كان لاباس ما كانش لاباس. دونك الملف الطبي ماهوش موجود جمله، وهذا معناتها يعتبر معناتها خرق القانون. يظهر لي مجدي الكرباعي اليوم نحكيه على انسان متوفي، لكن العائله معناتها او المحامي نتاعو على الاقل محامي العائله ما نجمش يتحصل على الملف الطبي اللي هو ابسط الحقوق، انه يعني الاهل يتعرفوا على الاقل يشوفوا شنو اللي صار لولدهم خلال اقامته بالمستشفى. هذا هو اخويا علي، هذا هو بالضبط. اليوم احنا ثم فتره 48 ساعه اللي من بعدها توفى فيها وسام، ما نعرفوش حتى حد ما يعرف شنو صار، ما نعرفوش شنو صار فيها، ما نعرفوش لا عندنا معناها فهمتي، لا كما قلت انت لا عندنا ملف طبي باش نعرفوا شنو شنو العلاج اللي قاموا به، وشنو التقارير وشنو الملاحظات، لا عندنا كذلك معناها كاميرات، لا عندنا تقرير طبي. معناها 48 ساعة هي غامضة إلى غاية اليوم غامضة، وهذا معناها ما يسمح لي أني نقول وسام توفى في ظروف غامضة، والأدلة اللي كونه اليوم ما معنى أنه مريض يقع معناها بدون ملف طبي، ولا توجد ولا معناها أثر الملاحظات وكذلك وتدوينات الأطباء. به في سؤال المحامي، معناتها أنت متابع أكيد للأطوار نتاع القضية، المحامي كيسأل معناتها على الأقل خلينا نقول إدارة المستشفى أو يعني المعنيين بتسليم الملف الطبي، شنو كان ردهم، شنو كانت إجابتهم؟ المحامي يعني قام كذلك يعني قام بدعوة، برفع دعوة، لأنه هما إلى غاية اليوم ما يجاوبوش، احنا ما يجاوبوش، يعني قام برفع الدعوة وب معنى إدفاء هذه يعني الملاحظة هذه وكذلك معناها الخرق هذه لملف القضية، وبالطبيعة معناها هما الإدارات معناها يولي تول بزافين تاعهم هو القضاء، فالقضاء هو اللي باش يتحرك وباش معناها يقوم بمساءلة المسؤولين، وكذلك معناها الإطار الطبي اللي باشر وسام، وإدارة المستشفى اللي توفى فيها وسام، اللي هي مستشفى سان كاميلو بروما.
وهذا يجي تزامنا مع شفنا البارح زياره وزير الخارجيه الايطالي الى تونس ولقائه بسياده رئيس الجمهوريه قيس سعيد. على كل يعني اكيد عديد الملفات نورمالمون من المنطق انها تطرح. البارح شفنا يعني بلاغ رئيس الجمهوريه، اكيد انت تابعت مجدي الكرباعي، تطرق الى ملف النفايات الايطاليه، لكن ما تمش اشاره الى ملف وسام عبد اللطيف، وخلينا نقولوا التوانسه اللي موجودين في مراكز الترحيل اليوم اللي هما انت وصفتهم في السابق بعباره معتقل غوانتانامو، معناتها اليوم مركز الحجر والترحيل، ما شفناش اشاره للملف هذا اللي يعتبر ايضا حارق بالاضافه الى ملف النفايات الايطالي. صحيح، هو البارح شفنا زياره وزير الخارجيه من خلال ما نشر على رئيس الجمهوريه على صفحه رئيس الجمهوريه، هناك يعني تناول لمواضيع حسب ما نشر، معناها فهمتي صفحه وزير الخارجيه الايطالي مواضيع اخرين، ولا مانيش عارف ان التضارب يعني تام في التضارب تام معناها في لي ديكلاراسيون في المواضيع اللي تم تناولها. وزير الخارجيه بلي يقول لك بلي كونه نحن معناها كان اهتمامنا مركز على المسار الديمقراطي وكذلك على مساله الهجره وكيفية محاربة معناها الهجرة غير نظامية، لم يتلم معناها لم ما بدش لحكاية النفايات ولا حكاية معناها فهمتي في حكاية على المهاجرين غير نظاميين ما الحق، لكن يبقى واضح اليوم معناها زيارة، خليني نذكر أنا حتى 15 ديسمبر هناك يعني وزير خارجية نتاع المجر ومعروف معناها معروف المجر ورئيسها الحالي اللي هو أوربن اللي معروف بمعاداته للمهاجرين وكذلك معاداته فهمتي للهجرة. اليوم نلقاو زاد كذلك ثاني وزير خارجية، البارح ثاني وزير خارجية أوروبي يزور تونس واللي هو لويجي دي مايو إيطاليا، وكذلك تم طرح مسألة الهجرة. فظهر اليوم معناها فهمتني أنه تونس تريد معناها وساطة أوروبية من أجل يعني خلينا نقوله كونوا صارحين اليوم الوضعية السياسية في تونس غير مستقرة، وبالتالي تبحث عن وساطة أوروبية، وفي مقابل ذلك هو ملف الهجرة ومستعد أنها تتعاون خاصة في حماية الحدود الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وكذلك ملف المهاجرين وترحيل المهاجرين. وعلاش لا زاد كذلك الترفيع في نسب الترحيل، لانه هذا اللي جاء هو جاء البارح في بلاغ رئاسه الجمهوريه، معناتها الترفيع في حصه المهاجرين التونسيين في اطار الهجره غير النظاميه، وقال انه ثم معناتها اتفاق مع تونس حول ضروره معالجه الاسباب العميقه للهجره، محاربه شبكات الاتجار بالبشر، لكن اللي ذكرته انا معناتها على ملف وسام عبد اللطيف والموجودين في مراكز الترحيل، معناتها هذاك اللي ممكن اللي ما تمش تطرق لي. لا لم يقع تطرق لي هذيك، راه شوف معناها الترفيع في نسبه التدفقات راهي يعني سنويا، راهي التدفقات هذه في اطار اتفاقيات يتم اي موجوده معناها سنويا يتم معناها فهمتي ابرام عقود لتوينس يحبوا يخدموا، لكن اعطيني انا ريزلتات شكون قديش من واحد ينجم يخرج، راهو معناها الكوتا يحطوها بالالاف، اما في الاخير معناها هناك يعني فهمتي 100 لتارت ولا 200 ينجموا من بعد يخرجوا، راي يعني نفس يعني كل سنه يفتح باب كل سنه الموسميه، ولكن هناك مشكله انه ما لا معناها مشكله اليوم الناس اللي تخرج معناها اللي تقدر انها تاخذ معناها العقود الموسميه هذه شويه، في حين هناك معناها فهمتي عده معناها تونس جي بهجره غير نظاميه. اليوم نحكيو الى غايه 27 ديسمبر هناك اكثر من 15,600 تونسي دخلوا الى ايطاليا منذ 1 جانفي 2021 الى غايه يعني 27 ديسمبر 2021 هناك اكثر من 15,600 تونسي دخلوا الى ايطاليا. يعني هذا في سنه اكثر من 15,000 في عام، معناتها دخلوا لتونس السنة الفارتة كانوا 13,000 قاعدين يزيدوا، يعني كل عام هذه معناها هذه النسبة وشباب ومختلف شرائح عمرية، راهو نشوفوا معناتها شباب أطفال معناتها صغار كبار مسنين وغيره، معناتها عائلات يهزوا حتى الحيوانات نتاعهم وشفناهم، معناتها هذا معناتها موجود، معناتها ديجا تنجموا تلقاو معناتها الفيديو وتصاور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني معناتها هجره معناتها غير نظاميه، لكن تشوف يعني فيها عائلات، يعني اللي هي حاجه مؤلمه ومؤلمه جدا، اكثر من 15,000 مجد الكرباعي تقريبا في سنه، معدل ارتفاع مقارنه بالسنه اللي قبلها وقاعد يرتفع وقاعد يزيد.
هذا هو اليوم هناك يعني كذلك إذا تقصر اللي هم أطفال من غير ذويهم يعني يهجروا من غير عائلاتهم أكثر من 2600 قاصر وصلوا إلى إيطاليا كل سنة يعني هذاك المعدل يعني استنزاف كبير معناه التقاط الشباب وكذلك معناه استنزاف كبير معناه من الأولاد هذوما وما للأسف ما سميش متابعة يعني هناك يعني من يختار إنه يدخل في برامج تأهيلية وبرامج تربوية وبرامج معناها تاع اندماج يقول له إنه يلقى حظه في الشغل لأن هناك من يختار معناها الجريمة وينتهي في مراكز في السجن ومن بعد مراكز الحجز والترحيل ليقع ترحيله إلى تونس هذا هو يعني ما فماش حتى تصور لهذه الظاهرة وعندنا نحن وزارة اسمها وزارة الخارجية والهجرة أنا أريد يعني كنت اليوم سؤالي هو ما هو محلها ومحل اسمها من مسألة الهجرة لأنه ما اليوم ما نش عارفين شنية الهيكل اللي تخدم فيها ما نش عارفين شنية تصورها لهالظاهرة هذه لأنه اليوم مش يعني غير عادي إنك راو تحكي على 15,000 مهاجر غير نظامي ولا توجد حتى يعني حتى رد فعل من هذه الوزارة يعني هل راهم توينسة راهم يعني ناس راهم توينسة راهو اللي ثم ثلاثة راهو ثم الزوز توفيوا في مراكز الحجز والترحيل اليوم راهو ثم قصر راهو ثم عائلات متليعة على أولادها راهو ثم ناس توصل صدقني أنا البارح معناها عائلة يعني وصل ولدهم مش عارفين عليه حتى معلومة الحمد لله معناها جاتنا المعلومة اللي هو وصل لكن هيك الأم هذيك اللي توقع يعني ثلاثة أيام وأربع أيام ما تسمعش خبر على ولدها كيفاش تكون وضعيتها ولا وهذا وناس كل يوم تمشي تتظاهر قدام وزارة الخارجية كان نحسبوا من 2011 لتوا مجلس الكربية تنقاو يعني أرقام مفزعة الحقيقة ومرعبة وضخمة جدا آلاف مؤلفة هذوما الناس اليوم انفيزيبل في تونس غير ما معناها ما يشوفهم حتى حد هذوما يتظاهروا أمهات تتظاهر يوميا أمهات راهو في أعمار الخمسين وستين سنة ما لقوا حتى حد معناها شكون اللي يسمعهم ولا شكون معناها فهمتي هكا حتى يكون لهم سند في أزمتهم هذه للأسف يعني تغيب يعني كومبليتمون الإحاطة وما لا توجد حتى يعني إرادة سياسية لأجل وجود معناها حل لهذه الأزمة ويعني أبسط حاجة هناك ينجد يا أخويا برنامج على الأقل معناها في أنت توعوي ما هو يحبوا يحكي مع الشباب هاو الشباب اليوم هاو عندك 2400 شاب معتقل في مناخ الحجز والترحيل ولذلك ما هم شباب ما همش تواسة واضح هاو شباب بتموت عليش ما يعني المفروض احنا وقت اللي جاونا تونس في 2011 يعني تم استدعاء السفير التونسي في مجلس نواب الشعب الايطالي وتم مساءلته هذه دول كيفاش تكون سيادتها واضح خويا مجدي يعني ليست كلام سيادة افعال اي واضح خويا مجدي خذنا الوقت عايشك يعطيك الصحه مجدي كربيعي نائب عن دائرة إيطاليا بمجلس نواب الشعب المجمدة أعمال على كل هذه التفاصيل الموضوع الأساسي اليوم موضوع الهجرة غير النظامية هو موضوع ما نتبعه فيه عنا مدة الحقيقة لكن ديما احنا يعني بحكم العمل نتبعه في الأكتواليتي أكثر اليوم وسام عبد اللطيف المرحوم وسام عبد اللطيف اختفاء الملف الطبي امتاعه من المستشفى الإيطالي اللي توفى فيه يطرح أكثر من سؤال على كل احنا بعد اخبار الاحداث مع صفيق سيلا راجعين معاكم من واصلين في ساعتنا الثانيه موجة صباح حتى نص النهار ما تبعدوش